في مثل هذا اليوم الحادي عشر من رجب عام 1389 للهجرة، انعقد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الذي دعا إليه ملك المغرب الحسن الثاني لبحث الآثار المترتبة على حريق المسجد الأقصى الذي أحدثه رجل أسترالي الجنسية اسمه دينيس مايكل جاء فلسطين باسم السياحة، حيث أقدم على إشعال النار في الجامع القبلي في المسجد الأقصى، والتهم الحريق أجزاء مهمة منه ولم يأتي على جميعه. وفي مثل هذا اليوم من عام 571 للهجرة توفي الإمام المؤرخ المسلم بن عساكر، وهو ثقة الدين أبو القاسم الدمشقي الشافعي، محدث الشام صاحب تاريخ دمشق، وقد ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة طويلة حافلة بالمناقب والفضائل.